القصر اللي انت شايفينه دوت انا ما اعرفش بتاع مين، لكنه حد يعني اهتم بيه وجدده قريب كده، بس ما اعرفش بتاع مين. انما القصر ده المغلق ده العظيم ده، ده قصر فؤاد سراج الدين باشا، وده قصر عمك صاحب حديث اليوم، عمك مصطفى النحاس باشا وزوجته زينب هانم الوكيل. فنرجع بقى لسمنود. خرج شاب صغير صبي واتعلم الخداوية، وبعدين دخل مدرسة الحقوق وتخرج سنة 1900، وكان يعني يبدي براعة، الأول على طول في كل امتحاناته، متميز جدا. في سنة 1900 اشتغل النحاس محامي ورفض الوظائف بتاعه، لكن يقال ان في احد البشوات يعني تدخل فقال له تعالى اشتغل قاضي. وفعلا في سنة 1903 او 4 اشتغل النحاس قاضيا، ولف بقى الصعيد، اشتغل في الصعيد كتير جدا جدا، وانتهى بالمطاف في سنة 19 الى انه كان في رئيس محكمة في طنطا. وبعدين اكتشفوا ميوله السياسية وأفعاله السياسية التي كانت في عيون هؤلاء قبيحة وفي عيون الناس شيء عظيم جدا، فصلوا من شغله وقال كبتاوش وكمل محامي. طيب ازاي بقى المحامي ده بقى هو السياسي البارز ده؟ ايه قصة السياسة في حياة مصطفى النحاس؟ مصطفى النحاس اول ما بدأ اتمرن في مكتب محمد فريد، عارفين محمد فريد الدراع الايمن لمصطفى كامل، واللي بقى بعد كده رئيس الحزب الوطني، واللي اتنفى ومات في المنفى ورجع، وحكينا القصه كلها بالكامل لمحمد فريد. فبدات هنا السياسه في حياه عمنا مصطفى النحاس في مكتب محمد فريد، مكتب كله سياسه بس بيشتغلوا وبيكسبوا، كانوا محامين كبار ومهمين. في الفترة دي بقى طلع اسمه حاجة اسمها الحزب الوطني، مصطفى كامل مش بتاع أنور السادات، ده أصل الحزب الوطني، أول مرة يطلع حاجة اسمها الحزب الوطني. هل انضم مصطفى النحاس للحزب الوطني ولا كان معاه بقلبه؟ في ناس تقول انضم وفي ناس تقول ما انضمش، لكنه كان في الهيئة كده في الحزب الوطني. جينا بقى الحرب العالمية الأولى، سمع مصطفى النحاس خطاب للرئيس الأمريكي غير مجرى حياته. ويلسون لما بدأت الحرب العالمية الأولى قال لك بقى في الشعوب الصغيرة من حقها أنها تقرر مصيرها، ومن حقها الحصول على الاستقلال، وكذا 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 وكذا. تأثر مصطفى النحاس بما قاله الرئيس الأمريكي، وقرر أن يكون من الرجال اللي يعيدوا لمصر استقلالها وحقوقها. خلي بالك أنه كان في ملك وكان في انجليز. انت لو انت دلوقتي في مصر وفي ملك وفي انجليز، الملك بيتغير. يعني انا بكلمك النحاس ده كان لسه فؤاد ما جاش، يمكن تقف مع مين عشان تطرد الانجليز؟
الحته دي بقى مهمه جدا، لان هنقف لها في حته مهمه جدا. سنه 42 1942 حصل موقف ده اثر جدا في شعبيه الوفد مش في شعبيه النحاس، ودي حاجه غريبه. في سنه 42 حصل موقف هنجيله. المهم انه التقى طبعا مصطفى النحاس بالسياسيين الكبار، وكان احنا بنتكلم النحاس داخل 40 سنه تقريبا لما قامت ثوره 19، عنده 40 سنه بالظبط. وضموا سعد زغلول للوفد اللي سافر واللي عمل واللي اتنفى 3 سنين. مذكرات المنفى انا قريتها، وهي مذكرات فيها حاجات تفاصيل مهمه جدا. شوف قد ايه هم شقوا يعني في سيشيل دي، وكان معاه مجموعه، كان معاه مكرم. وهذه قصه طبعا يعني قصه الحقيقه لما الواحد بيفتكرها بيتضايق، لان العلاقه بين مصطفى النحاس ومكرم كانت علاقه وطيده جدا اكتر من الاخوات، كانوا كده في بعض وعاشوا 3 سنين مع بعض في المنفى وعملوا كل حاجه مع بعض. لكن ثم ظهر الكتاب الاسود في الاربعينات وكانت ماساه. لكن المهم نيجي بقى لمصطفى النحاس كيف تدرج. مصطفى بقى مع سعد زغلول، ورجع سعد زغلول وعمل وزاره فيها مصطفى النحاس وزير مواصلات. اول ما استوزر مصطفى النحاس استوزر وزاره المواصلات في وزاره سعد باشا زغلول. تعرفين سعد زغلول مسك وزارات كتير او من بدري خالص، من 1890 كان. المهم في سنة 27 توفى الزعيم سعد زغلول. هنا بقى هنيجي نقول بقى في حزب الوفد مين سكرتير الحزب والكل في الكل بعد سعد؟ هو النحاس. طيب سعد زغلول توفى وهو رئيس مجلس الأمة، مين وكيل مجلس الأمة؟ مصطفى النحاس. عشان في ناس تقول لك ايه لما مصطفى النحاس بعد ما مات سعد زغلول مسك الوفد، في اكتر من راي. في يقول لك ايه ان مصطفى النحاس لما مسك كان راجل طيب هلهلي يعني كده، فاكرين قصه